Le Grand Express. جاي وقت كاتاستروف في لو غراند اكسبريس رو انيس عسلامه هاجر عسلامه مره اخرى لكم في كاتاستروف اليوم نمشيو دار عليهم الكل اليوم لقنا حفره في صحراء كراكوم وي حفره دونك الحفره هذه الغريب في الامر كوني ديما تشعل بالنار وسبب ما نيش بنقولوا تاو نسمعوا مع بعضنا نسمعوا كاتاستروف كاتاستروف. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، رجعنا لكم اليوم بحلقة جديدة مع حكاية جديدة واللي كما العادة خلت البصمة متاعها بين الناس وخلت العباد الكل في دهشة مستغربين من اللي قاعد يصير. الكلنا نعرفوا اللي في العالم هذا اللي نعيشوا فيه كله عجيب وغريب، على خاطر الإنسان ماهوش وحده صاحب القرار على كوكب الأرض، أما فما معاه أطراف أخرى اللي ديما تعرقله وتخليه عاجز على الفهم وعاجز زادة على التفسير. ويمكن الحاجات هذه موجودة أساسا للإنسان باش يتعلم منها ويعرف كيفاش يتعامل معها، على خاطر ما بين أدوار الإنسان في الدنيا هذه هي البحث والتطوير. باش ما نطولش عليكم يجيو مع بعضنا نشوفوا الحادثة متاع اليوم. في قلب صحراء كراكوم في تركمانستان وين تمتد الرمال بطريقة ساحرة، كانت فما قصة غامضة اللي خلت الناس الكل في دهشة. سكان المنطقة والمستكشفين الكلهم في حيرة، ما همش عارفين مصدر الحاجة الغريبة هذه. احنا اليوم قدام حفرة دارفازة في قلب الصحراء، اما مانيش نحكيو على اي حفرة، نحكيو على باب الجحيم، هذا كما سماوها اهالي المنطقة. اما شنو سبب التسمية هذه وشنو اللي يميز الحفرة هذه على بقية الحفر، والاهم من هذا الكل شنو السر وراها وشنية الحاجة اللي خلتها تكون كارثة وتأثر على العالم. الحاجة اللي تميز الحفرة هذه هو اشتعال النار فيها، يعني احنا هنا قدام حفرة بالنيران اللي تضوي الصحراء بشكل كبير. اما الحاجة الغريبة كونوا الاشتعال في الحفرة هذه ما يقفش ولليوم مازال متواصل، والعمق متاع الحفرة كل يوم قاعد يكبر لين وصل اليوم الى 20 متر، والقطر متاعها وصل 70 متر. يظهر لي الحفرة هذه عمرها ما هي باش تطفى. الناس كانت تتكلم على الظهور المفاجئ للبلاصة هذه، كأن الارض حلت فمها باش يخرج منها اللهب. ما كانتش فما عواصف ولا فما برق، فقط حفرة ملتهبة اللي ما فهمش كيفها. ليامات قاعدة تتعدى والعباد قاعدة تراقب من البعيد، والحفرة اشتعالها متواصل وعمقها يتزايد مع الوقت. الحاجة اللي خلت الناس تشك انها ممكن تكون بوابة الى العالم السفلي، والمرة هذه ما كانش تفسيري انا الغريب، اما الناس من كثر ما هم مش فاهمين اللي قاعد يصير، يعني بالنسبة ليهم اي فرضية راهي ممكنة. مع مرور الوقت بدأت القصة تجذب انتباه العلماء والمستكشفين من جميع أنحاء العالم، وحاولوا العلماء تفسير الحدث، أما الغموض كان سيد الموقف. كانت الحفرة أكبر من اللي يتخيلوها، والناس الكل كانت خايفة من أنها تقرب لها، خاطر كما قلنا ماهيش حفرة عادية، أما كما سماوها هما هي باب للجحيم. وتوا نجيو للكشف عن السر. بعد سنوات من التخمينات والأساطير تم الكشف عن السر اللي كان وراء اشتعال الحفرة هذه. في أوائل السبعينات وتحديدا عام 1971 كانت فما بعثة جيولوجية سوفيتية تلوج على الغاز الطبيعي في المنطقة هذيك. أثناء الحفر انهارت الأرض بشكل مفاجئ تحت معدات التنقيب وتفتحت فجوة عملاقة. عرفوا بعض علماء الجيولوجيا في صعفيسع أنهم قدام كارثة بيئية، خاصة كونه بدأ الغاز الطبيعي السام يتسرب في الهواء. بعد محاولات فاشلة في التعامل مع الوضع قروا الجماعة باش انهم يشعلوا النار في الغاز المتسرب. كانوا يتخايبوا انه النار باش تستهلك الغاز في ايامات قليلة، اما النار قعدت تشعل لاسابيع لين ولاو اشهر، وتوا نحكيو على سنين وسنين. مع الوقت الحريق ولا مشهد ثابت في صحراء كراكوم. حفرة دارفازا كما سماوها تعتبر فجوة غنية بالموارد الطبيعية اللي لا ينجموا يستغلوهم ولهم قادرين انهم يطفيوا النار باش يتخلصوا من كارثتها. الحدث اللي بدأ بعملية تنقيب عادية على الغاز تحول لوحدة من أكثر الظواهر الطبيعية المثيرة للدهشة والرعب على كوكب الأرض. حفرة دارفازا أو باب الجحيم تظل مشتعلة، وتذكرنا ديما بقوة الطبيعة الغامضة اللي مازالت تتخبي في داخلها العديد من الأسرار. هل الحفرة باش تطفى في نهار من نهارات، ولا باب الجحيم باش يقعد محلول إلى الأبد؟ هذه كلها تقعد أسئلة مطروحة، أما الإجابات من نجم نعرفوها كان مع مرور الوقت. كان معكم أنيس عبد السلام، استنونا في حلقة جايين. كاتاستروف.
كاتاستروف واللي هي حفرة دار فازا اللي في تركمانستان في صحراء كراكوم. هي اللي قعدت نلوج قطاع 1971 لمعطى الجيولوج الباحثين في الجيولوجيا السوفيتيين يلوجوا على الغاز يا أخي بالغلطة عملوا معطى نقبة في بوش دو غاز ناتوريل دونك ما لقاوش حل غير أنهم يحرقوها باش يمنعوا تسرب الغاز. يعني هذا هو ولا هما كان جا في بالهم معناها باش انهم ينحيو كل يمنعوا تسرب الغاز هذاك. انا تسالت كان ما منعوهش الغاز هذاك شنو كان ينجم يصير؟ معناها شنو الكارثه الاخرى اللي كانت نجم تصير معناها كان ما منعوش تسرب الغاز؟ مي حتى وقت اللي شعلوا النار باش يمنعوا الغاز كان في بالهم معناها اللي الحكايه وفات غادي واشهر معناها باش توفك النار هذيك. مي الحكايه قعدت سنين ولليوم النار مازالت تشعل وماهمش فاهمين شنو هو معناها الحكايه ولا كيفاش ولا شنو باش يعملوا. انا نرى ان هذه ثروه معناها البلاصه هذيك فيها برشا موارد معناها طبيعيه كما الغاز طبيعي دونك واللي هي حاجه مهمه. اما كيفاش السؤال هنا كيفاش باش يستغلوها وكيفاش باش يطفيوا النار؟ خاطر توا ولات عباره منطقه سياحيه معناها الناس تجي وتتفرج وتتصور معاها دونك حاجه غريبه شويه. هو يقولك فما برشا سيناريوهات ممكن وكان ما شعلوش النار هذيك كانت تكون فما فويت كبيره نتاع ميتان نتاع 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 غاز اللي هو معناها يساهم في الافيت سير دونك يزيد السخانه. فما زيد خطر نتاع انها تتفرقع معناها دونجي دي دي ديكسبلوزيون. هذاك علاش ديجا ما حبوش يطفيوها بالماء ولا باي ماده اخرى خاطر فما يتنجم يصير تبخر ينجم يصير انفجار مع المواد اللي فما دونك فوالا دونك معناتها تجاوزوا شويه حكايه التلوث والحكايه انه تصير معناها انفجارات ما لقاوش ما كانش فما حل غير انهم يشعلوا الغاز هذيك وتقعد تشعلوا واللي فيلم يوصلوا معناتها الامطار يعني طولهم يعني في الافلام كبار يعني والناس ولات اتراكسيون فينا الناس تمشي. اما الى متى على خاطر العمق نتاع الحفره ماشي ويزيد اكثر معناها كل مره؟ باهي السؤال هذايا كاتاستروف الجايه تجاوبنا عليه. نجاوب ان شاء الله. ميرسي بوكو انيس عبد السلام. بعد شويه نشره مفصله للاخبار وبعدها بالطبيعه تجيب حضرنا صفيه المحرر في